الحج بقى كل سنة وانتم طيبين، الأيام عمالة بتجري وبالتالي تبقى هانت. هانت على إيه بقى؟ موعد التقديم، آخر ميعاد لتقديم الحج للجمعيات الأهلية هيبقى الخميس اللي جاي. وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غلق باب التقديم للراغبين في أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج طبعا 1443 هجريا 2022 ميلاديا، هيبقى يوم الخميس المقبل. معالي الوزيرة الحقيقة أكدت أنه لا نية لمد فترة التقديم عن ميعادها المحدد في ظل إيه بقى؟ في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج. عشان كده بقول لكم الأيام بتجري، وتم فتح باب التقديم للراغبين كان من يوم الحد 24 إبريل 22، ويستمر في تلقي الطلبات أو مستمر تلقي الطلبات في التقديم لحد يوم الخميس اللي جاي هيبقى 12 مايو 2022. معنا على التليفون استاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزيره التضامن الاجتماعي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم مكافحه المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب خير، ويا رب يا رب في يوم من الايام كلنا نقدر نلتقي هناك في المسجد الحرام باذن ربنا سبحانه وتعالى. اللي احنا فهمناه انه كده اخر ميعاد التقديم هيبقى يوم الخميس يا استاذ ايمن. السؤال اللي ممكن دايما يتبادر الى ذهن المقبل على الحج في مصر، ممكن ما يبقاش عارف هيروح يقدم ازاي ويعمل ايه وما الى ذلك، فاحنا عاوزين نقول له من دلوقتي هتعمل 1 2 3 4 الحق قبل يوم الخميس. طبعا هو اخر مونه للتقديم يوم الخميس القادم ان شاء الله وفق معالي سمو الوزيره، لان احنا طبعا كلنا نعلم ان المملكه العربيه السعوديه اعلنت في شهر رمضان استقبال حجاج من الخارج بعد العامين من عدم استقبال من حجاج الخارج بسبب جائحه كورونا. فبالتالي احنا فتحنا باب التقديم لاعضاء الجمعيات الاهليه للتسجيل سواء عبر الموقع الرسمي للمؤسسة بواسطة الحج تبع وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال التقديم الورقي في الإدارات الاجتماعية التابع لها كل جمعية أهلية. هنستقبل الطلبات ونسجلها على بوابة الحج الموحدة التابعة لوزارة الداخلية المصرية حتى يوم الخميس القادم إن شاء الله، وبعد يوم الخميس هنجري القرعة تحت رعاية وبحضور معالي الوزيرة، هتبقى في الأسبوع اللي يليه. يعني حد أقصى لإجراء القرعة هتبقى يوم 19 مايو القادم، هيتم الانتهاء من اختيار الحجاج إن شاء الله الفائزين بأداء فريضة الحج لهذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى. هل في شروط يا أستاذ أيمن للمتقدم أو للراغب في أداء الفريضة؟ هو طبعا هذا العام في شروط تخص أعلنتها المملكة العربية السعودية، إن السن المتقدم لا يزيد عن 65 عام، وطبعا السن بيتحسب في 30/6/2022. الحاجه الثانيه وزاره الصحه المصريه اعلنت بعض الاشتراطات الصحيه اللي بتضمن الحفاظ على صحه الحج المصري، من ضمنها انه يكون ليس من ضمن اصحاب الامراض المستعصية زي أمراض الفشل الكلوي فتقتضي حالتهم بالغسيل الكلوي أو بتقتضي أو أمراض الأورام أو أمراض الزهايمر، كذلك السيدات الحوامل، كل ذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين. إنما يشترط في حج الجمعيات أنه يكون عضو مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية بغض النظر عن تاريخ العضوية. يعني لو أنا لسه مشترك في عضو في الجمعية هذه الأيام من حقي ليا أن أنا أقدم حج الجمعيات لانه اسمه حج الجمعيات الاهليه. تمام، انا بشكرك جدا استاذ ايمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي، الف شكر ليك. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. هلموا قدموا الطلبات قدر الامكان، لو سمحتوا ما تنسوش انه يغلق الباب يوم الخميس.